السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، تحياتي للجميع، أرفع تحياتي للقيادة الرشيدة ولشعب الإمارات الطيب وللمقيمين على هذه الأرض الطيبة وللزائرين من كافة دول العالم الموجودين على هذه الأرض، ولكل طبيب وطبيبة وممرض وممرضة وإداري وإدارية في جميع مستشفيات الدولة الحكومية منها والخاصة، وشكر خاص لرجال الأمن ولكل من هم خلف الكواليس، وإلى جنودنا الأبطال